ونروح بقى لقصة كأس العالم، يمكن قصة أو معلومات كتير منكم ما عرفوهاش، وهي إيه قصة الكأس نفسه وإزاي بدأت الفكرة. الفكرة بدأت عن طريق رئيس الفيفا في التوقيت ده طبعا من حوالي قرن فات، من حوالي بالظبط 92 سنة، سنة 1930، فكرة إنه يكون في بطولة بتضم منتخبات تلعب على كأس يسمى كأس العالم. في التوقيت ده كان اسمه كأس النصر، فيكتوري كاب. صاحب الفكرة كان رئيس الفيفا في التوقيت ده الفرنسي جول ريمي. وجول ريمي الحقيقة يمكن الأول ما بدأ القصة تم تسمية الكاس ب ذا فيكتوري، فيكتوري كاب، لكن بعد كده سنة 46 تحديدا وتكريما لأنه الفكرة بقت فكرة ناجحة جدا، تم تغيير اسم الكاس عشان يحمل اسمه هو شخصيا ويبقى اسمه كاس جول ريمي. الكاس ده استمر لغاية سنة 1970، وكان وزنه، خلينا نشوف كده ونستعرض معاكم شكل الكاس في التوقيت ده، وكان وزنه لما اتعمل حوالي 3 كيلو و800 جرام. التمثال عبارة عن زي ملاك رفع ايده بيحمل كاس، شكل الكاس التقليدي جدا. او ممكن نلعب الفيديو عشان نشوف الصورة بتاعت اول نسخة من كاس العالم، طبعا اللي رفعتها في اول نسخة او في اول بطولة هي الاوروغواي. ممكن جاهزة معانا؟ بالظبط كده. ده أول نسخة من كأس العالم واللي فازت بيها طبعًا الأوروجواي سنة 1930. كانت في التوقيت ده بتسمى كأس النصر. وطبعًا دي أشكال الميداليات، وطبعًا الميدالية اللي اتحفر عليها اسم أوروجواي لأنها اللي توجت من النسخة. استمر الكأس ده في كل النسخ اللي تلت البطولة دي، وكان اللي بيتغير فيه بس هي القاعدة المثبت عليها الكأس نفسه. وظل برضو في نسخ اللي بعدها، طبعا دي نسخة البرازيل اللي فازت بيها سنة 1950. وخليني أقول لكم أنه البرازيل هي الدولة الوحيدة اللي فازت بالنسخة دي أو بكأس العالم في التوقيت ده لغاية لما وصلت ل 1970 ثلاث مرات. وكان القاعدة اللي وضعها جول ريمي لكأس العالم هي أنه المنتخب اللي يفوز بالبطولة دي ثلاث مرات يقدر أنه أو من حقه أنه يحتفظ بالكاس نفسه، الكاس الأصلية، طول العمر. وقد كان وفعلتها البرازيل لغاية لما احتفظت بكاس جول ريمي سنة 1970. لكن الكاس ده يمكن في 66 لما خدته أو فازت بيه إنجلترا المرة الوحيدة في حياتها أو في عمرها كله، تعرض لسرقة أولى. اتسرق لما كان بيتعرض في معرض عام كده للجمهور في قاعة ويستمنستر، وتم العثور عليه ملقى كده ملفوف في ورق جرايد بعدها تقريبا باسبوع في ضواحي لندن، مرمي تحت واحده من الاشجار، ولقاه شخص اسمه كابلت وسلمه بالفعل وتم عرضه مره ثانيه. والشخص ده الحقيقه يمكن خد تقدير كبير جدا وبقى واحد من اشهر الشخصيات الموجوده في انجلترا في التوقيت ده. استمر الكاس لغايه 1970 واحتفظت بيه البرازيل، ومن هنا كانت النسخه اللي حضراتكم شايفينها واللي استمرت معانا لغاية 2018. بعد احتفاظ البرازيل بالكاس، بالمناسبة النسخة الأولى يمكن كان وزنها تقريبا نص النسخة دي، 3 كيلو و800 جرام، أما النسخة الحالية دي فوزنها 6 كيلو و200 جرام، أو تحديدا مش 200، 6 كيلو و175 جرام. وناس كتير بتظن إنها مصنوعة من الذهب الخالص، لا، هي طبعا لو كان وزنها من الذهب الخالص أو كامل وزنها من الذهب الخالص كان هيوصل وزنها لحوالي 80 كيلو، وبالتالي كان هيبقى من الصعوبة إنه أي حد يرفع الكاس بسهولة، وبالتالي هي نسخة مفرغة من الداخل لكن وزنها 6.8 6.2 من 10 أو 6.175 من 100 جرام، ومصنوعة من البرونز المطلي بالذهب. وما زالت النسخة دي لأنه اتلغت بعد احتفاظ البرازيل بكاس جول ريمي، تم إلغاء قاعدة الاحتفاظ بالكاس الأصلي وبيتم منح نسخة منه لكل بلد بتفوز بالبطولة. لكن عشان الكاس ده يظهر للنور في سنة 1974 تم عمل مسابقة بين 53 نحات من 7 دول على مستوى العالم عشان يقدموا نموذج يصلح أنه يكون كاس عالم جديد. وبالفعل من إيطاليا تحديدا سيلفيو جازينيا ده النحات اللي اختار شكل اتنين يعني بني أدمين معمول لهم ستريتشنج كده ورافعين الكرة الأرضية عشان تكون دي هي
الكاس الأشهر، هي أشهر كاس موجودة في كل البطولات الموجودة على سطح كوكب الأرض، هي النسخة اللي حضراتكم شايفينها من كاس العالم دي، واستمرت طبعا لمدة سنين طويلة لغاية لما وصلنا لعام 2018، وما زالت هي نفس النسخة اللي هنشوفها مع الفريق المتوج بالبطولة في 22. لكن الكاس جوري ميل أولانية بعد ما اتسرقت من إنجلترا ورجعت مرة تانية، اتسرقت مرة تانية بس كان المرة دي من البرازيل. لكن المرة دي ويعني طبعا ما حدش عنده معلومة موثقة بما فيهم الفيفا نفسه، لكن أغلب الظن بيقولوا إنها اتسرقت وتسيحت واتباعت، وبالتالي رجعت البرازيل في سنة 1984 تطالب بإنها تعمل نسخة تانية من كاس جوري ميل اللي هي احتفظت بيه للأبد، وقد كان واستلمه طبعا في التوقيت ده رئيس البرازيل وأظهره للعالم كله. لكن النسخة دي طبعا هي المستمرة تاريخ طويل جدا من سنة 1930 إلى يومنا هذا، مازال هو الكاس الأشهر. خلينا نشوف الدول المتوجة ببطولة كاس العالم من 1930 ل 2018. في أول نسخة فازت بيها الأوروجواي، والأوروجواي في التوقيت ده كانت قوة عظمى لأنها فازت بدورتين ألعاب أولمبية أعتقد 28 و24، وثم كان أول ظهور ليها في بطولة كأس العالم هي البطل المتوج بالبطولة. من بعدها نسختين 34-38 فازت بيهم إيطاليا، ورجعت أوروجواي مرة تانية في 1950 على حساب البرازيل في استاد الماركانا، ماركانا طبعا استاد الأشهر في البرازيل، فازت باللقب مرة تانية في مواجهة أقوى منتخبات العالم في التوقيت ده البرازيل، وحققت تاني ألقابها سنة 1950. 54 فازت بيها ألمانيا، وألمانيا في التوقيت ده كانت مقسمة لاثنين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، لكن ألمانيا الغربية قدرت تحرز لقب أو نسخة 54. ثم البرازيل أول مرة تفوز باللقب كانت 58، وفي النسخة اللي بعدها 62. النسخة الوحيدة اللي فازت بها إنجلترا كانت 66، ثم عادت البرازيل طبعا في قمة مجدها، وبيليه طبعا في التوقيت ده قدرت انها تفوز بثالث لقب ليها 1970، وتحتفظ في التوقيت ده بكأس جوري ميه للأبد. 74 عادت ألمانيا الغربية مرة أخرى للتتويج باللقب عشان تفوز بتاني ألقابها، ثم 78 النهائي الأشهر طبعا أو النهائي الشهير طبعا، واحد من أجمل النهائيات في بطولة كأس العالم، جمع بين هولندا والأرجنتين في الأرجنتين، وحققت الأرجنتين لقبها الأول. 82 في إسبانيا كانت بتستضيف البطولة جيل باولو روسي، قدرت إيطاليا أنها تحسم ثالث ألقاب أو تاني ألقابها في التوقيت ده، ثم الأرجنتين في 86 واحدة، وبتوصف لقطة رفع مارادونا لكأس العالم في 86 في المكسيك أنها أشهر لقطة رفع كابتن منتخب لكأس العالم في التاريخ، لقطة مارادونا في المكسيك 86 طبعا مع منتخب الأرجنتين. ثم نهائي مكرر، لأن نهائي 86 كان الأرجنتين ألمانيا، نهائي 90 كان برضو الأرجنتين وألمانيا، ولكن النهائي ده حسم لصالح ألمانيا طبعا بنتيجة 1-0، وكان مارادونا طبعا أو خليني أقول شبح مارادونا موجود، لكنه نجح في أنه يقود الأرجنتين للوصول للمباراة النهائية. 94 في الولايات المتحدة الأمريكية البرازيل على حساب إيطاليا، ركلة جزاء روبرتو باجيو الشهيرة طبعا اللي عانى بسببها لسنين طويلة جدا، حسمت البرازيل رابع ألقابها. ثم جيل زيدان، إيمانويل بيتي، جول كايف حقق اللقب الأول في تاريخ فرنسا سنة 98، ثم عادت البرازيل لمنصات التتويج مرة ثانية مع رونالدو 2002، ثم إيطاليا 2006 على حساب فرنسا، ثم أسبانيا 2010 في أول نسخة الجيل الذهبي طبعا لإسبانيا في الوقت ده بهدف إنيستا الشهير في المباراة النهائية، فازت وتوجت باللقب لأول مرة في تاريخها 2010. ثم عادت ألمانيا في البرازيل حقيقة بواحدة من أقوى النسخ الألمانية، حققت اللقب في 2014 وكانت النسخة الأخيرة تحمل لقبها، وما زالت هي حامل اللقب حتى النسخة الحالية فرنسا 2018. البطولة طبعا اللي أقيمت في روسيا وشهدت مشاركة المنتخب الوطني المصري.